لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من انيوشا فروح شوفها الاول وتعالى. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو، وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. بعد ما شفنا الساحرة هجمت على قرية واخدت رومات كيكيو اللي ماتت من 50 سنة، بيروح انيوشا وكاجومي للقرية وهناك بيفهموا كل حاجة. وبنشوف انيوشا هو محتار وبيسأل نفسه ليه الساحرة دي اخدت رومات كيكيو. بيروح انيوشا وكاجومي وقايدي وشيبو على مكان الساحرة عشان يرجعوا الرومات من تاني. وهم ماشيين بتقول قايدي ان اختها كيكيو كان عندها قوة روحانية قوية جدا بتبعد بيها الوحوش عن القرية، وكانت بتقدر تعالج امراض الناس. اكيد الساحرة دي اخدت الرومات بتاعها عشان تعمل بيها حاجة شيطانية مهولة. وبنلاحظ كمان ان انيوشا كان بيحب كيكيو، كان في قصه حب ما بينهم. بس ايه اللي ادى انيوشا زمان انه يهاجم على القريه ويسرق الجواهره دي؟ وليه كيكيو اصلا هجمت على انيوشا بالسهم بتاعها وثبتته في الشجره 50 سنه؟ اكيد كل حاجه هتبان قدام. وفي نفس الوقت ده بقى هو بيت الساحره تحديدا، بنشوفها وهي عملت تمثال من الصخره وهو على هيئه بشري كده، وبعدها بتستخدم المنجليك بتاعها وبتكسر الصخره دي، وفجاه بتخرج لنا بنت منها عاريه كما ولدتها امها، وشكلها كده هي دي كيكيو. وبنعرف بقى ان الشيطانه دي كانت عارفه ان كيكيو كانت بتمتلك قوه كبيره في الماضي، وهي دلوقتي عاوزاها تستخدم قوتها تاني وتقتل كل الشياطين وتجيب لها اجزاء الجوهره المنتشره حول العالم دي، وبترمي عليها تعويذه عشان ما تخالفش امر ليها. لكن بتتفاجئ الست دي ان التعويذه مش عاوزه تشتغل عليها. ايه ده بقى؟ بتقرب منها كده عشان تشوف في ايه، بتلاقي ان روحها ما رجعتش للعالم ده، وبتقول ان كده اكيد روحها انتقلت لشخص تاني، وبتفضل تلوم نفسها لانها اول مره تفشل كده. في نفس اللحظه كان انيوشا والباقيين وصلوا هم كمان عند الساحره، واللي وفجاه بيلاقوا ان في بعض التماثيل بتتكسر من حواليهم وبيخرج منها اجساد بشريه وبيهاجموا عليهم. لكن انيوشا ما شاء الله بيقوم معاهم بالواجب لحد ما الساحره دي بتسمع صوتهم وبتروح لهم هناك. لكن بتبص كده وبتلاقي كاجومي انها بتشبه كيكيو بالظبط، وبتقول ان دي اكيد التجسيد الحقيقي لروح كيكيو. وبسرعه جامده وبضربه منها بتقطع الجسر اللي كلهم واقفين عليه، وبتروح تمسك بكاجومي قبل ما تقع معاهم هي كمان. بعدها بنشوف الباقيين وهم قدروا ينجوا من الوقعه، وده عن طريق شيبو اللي صنع لهم حيله من بتاعته ونزل هو وقايد عليها. الواد ده مفيد جدا والله يا جماعه. لكن وهم واقفين بيقول لهم شيبو انه شاف الساحره دي وهي بتمسك بكاجومي، وكمان وهم واقفين بيلاقي ارواح الدمى اللي اتكسرت دي بتخرج من مكانها، وبتفهم كايدو بسرعه الساحره دي ناويه على ايه. في نفس اللحظه كانت الساحره دي رابطه كاجومي وبتعمل عليها طقوس عشان تنقل روحها داخل روح كيكيو. لكن المفاجاه ان كاجومي كان معاها جزء من الجوهره المقدسه، وده عمل ضوء جامد كده حواليها وحمايه ساطعه جدا. وفي الوقت ده كان انيوشا وصل هو كمان وشاف كيكيو اخيرا، لكن وفجاه بيسمع انيوشا الصوت داخل دماغه وبيقول له اياك تنادي باسمي. لكن انيوشا عمل العكس تماما ونادى باسم كيكيو، وفجأة في أرواح أو طاقة بتخرج من جسم كاجومي وبتدخل في جسم كيكيو. البنت بتضيق بنور أبيض كده وشكلها بتستيقظ أخيرا. بتقول الساحرة دي إن دلوقتي كاجومي بقى جسم هاوي يعني بدون روح، ودلوقتي يعني عاملة زي الميتة. وبتأمر الساحرة دي كيكيو إنها تقتل الناس دي، لكن بتقرب كيكيو عليها وبتحرقها وبتدوبها مع الغبار، وبتقول له أنا فاكراك، أنت انيوشا اللي خنتني صح؟ أنت الشخص اللي حبيته وحبني وقلت لي إني نفسك تكون إنسان كامل، وفي الآخر تخني وتهاجم عليا وتجرحني في كتفي. انيوشا بيقول لها أنت بتقولي ايه، انا ما خنتش حد ولا حاجه ولا هاجمت عليكي اصلا. بتاخد من قايد القوس والسهام وبتهاجم عليه. بيحاول انيوشا يصد ضربتها بسيفتي سيجا، لكن السهم بيكون اقوى من قوه السيف وبيخليه يرجع للنصل التاني، وخلاص داخل على جسم انيوشا وهيجي فيه. بيصرخ انيوشا جامد، لكن وفجاه كاجومي بتصحى على صوت انيوشا وبتحاول ترجع روحها من جديد، لكن ما بتقدرش ترجعها كلها. لكن ده بيضعف سهم كيكيو جامد وبيتحول لسهم عادي. بتحاول كيكيو تهرب من المكان عشان باقي الارواح اللي في جسمها ما تخرجش تاني، لكن
لكن بيجري وراها انيوشا عشان يلحقها، لكن رجلها بتزحلق من على المنحدر وكانت هتقع. بيمسكها انيوشا في اخر لحظه وبيحاول يطلعها، لكن بتقول له كيكي انها مش هتموت لوحدها، وبتسعى انيوشا كده بقوتها جامد لحد ما ايديها بتفلت منه غصب عنه وبتقع كيكي من فوق المنحدر. بس ايه هي قصه كيكي دي وليه بتكره انيوشا قوي كده، وايه هي الخيانه اللي اقترفها انيوشا في حق كيكي دي؟ تعالوا بقى نرجع 50 سنه ورا. بنعرف ان كيكي اتولدت بقوه روحانيه قويه جدا، وكانت دايما بتحمي الجوهره المقدسه من الوحوش اللي كانت بتحاول تهاجم عليهم. وفي يوم من الايام سمع انيوشا عن الجوهره المقدسه، وده عشان زي ما احنا عارفين انه عاوز يتحول لانسان كامل، لكن كيكي بتتصدى ليه وبتمسكه بالسهام بتاعها وبتسيبه بعدها وبتمشي وما بترضاش تقتله. بيقعد انيوشا يراقب فيها كل يوم لحد ما بتنادى عليه في يوم من الايام، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتعرفه ان بينهم حاجات مشتركه زي انها انسانه ومش عارفه تعيش حياتها كانسانه عشان دايما بتقتل الوحوش، وانيوشا نفسه يتحول لوحش كامل. الاثنين بيقربوا من بعض شيئا فشيئا لحد ما في يوم بتعرض كيكي على انيوشا ان يتحول لانسان كامل. طبعا انيوشا بيقبل على طول بدون تفكير عشان عاوز يعيش مع كيكي للابد. وفي اليوم التالي بيلاقي انيوشا كيكي بتهاجم عليه بالاسهم بتاعتها. انيوشا مش فاهم حاجه، ازاي بتحبني ونفسنا نعيش مع بعض وهي عاوزه تقتلني دلوقتي؟ ده خلاص كلها كام ساعه بس وكنت هتحول لانسان. بعدها انيوشا افتكر ان كيكي كده خانته وراح هجم على القريه واخد الجوهره من هناك، لكن كيكي لحقته ختمته في الشجره لمده 50 سنه. انيوشا مش فاهم حاجه، بيقول كده ان كيكي هي اللي خانتني مش انا، امال ازاي هي دلوقتي بتقول ان انا اللي خنتها؟ اكيد في حاجه غلط. بيجي تاني يوم وبنشوف كاجومي انها رجعت لحياتها الطبيعيه من جديد، لكن بنشوف انيوشا وهو بيفكر كتير في امر كيكي واللي حصل معاهم هما الاثنين ده. وهما ماشيين بنشوف راهب وذئب، وهو بياخد باله ان كاجومي لابسه قطعه كبيره من الجوهره المقدسه وبيقرر ان ياخدها منها. بيتحول الذئب ده لوحش عملاق وبيهاجم على انيوشا وبيقدر يوقعه من على المنحدر كمان، والراهب ده بيروح عند كاجومي وبيقدر ياخدها بالعجله بتاعتها، ده كمان بيركبها قدامه كمان. الله عليك والله، ده راهب ده ولا بتاع نسوان؟ لكن انيوشا ما بيعجبوش الموقف ده وبيدي للوحش حته بوكس رجعته من تحوله تاني. لكن الراهب ده واللي بالمناسبه اسمه ميراكو بيفعل حاجه في ايديه كده وبيسحب انيوشا كده وبيوقعه. بتنزل كاجومي من قدامه عشان تروح تطمن عليه، لكن هو بخفه يد كده بيقدر ياخد نص الجوهره اللي معاها وبيقول لهم سلام انا بقى. بتروح كاجومي تطمن عليه وبتلاقيه بخير والحمد لله، لكن بتدور على الجوهره بتلاقيها اختفت وبتفهم ان ميراكو اخدها منها. بتركب كاجومي انيوشا وبيجري وراه، واللي بيلاقوه مزنوق كده مع حريم كتير وقاعد يشرب ومش شاغل باله باي حاجه. واول ما بيشوف كاجومي بيجري عليها وبيسالها انت بخير؟ لكن انيوشا بيهاجم عليه، لكن ميراكو بيتفادى هجومه وبيطلع يجري منه. بيفضلوا هما الاثنين يطاردوا بعض لحد ما انيوشا بيقدر يلحقه وبيهاجم عليه، لكن ميراكو ما بيطلعش سهل برضه وبيصد كل ضربات انيوشا، لكن في النهايه بيقدر يقع على الارض لحد ما فجاه بيطلع ميراكو ثقب اسود من ايده وبيعرفوا اللي بيخش جواه ما بيرجعش تاني. الثقب ده عمال يسحب اي حاجه جواه وخلاص انيوشا فاضل له حاجات بسيطه ويخش جواه هو كمان. لكن كاجومي بيتفكر كده وبتقول ان ميراكو اكيد ما بيقتلش حد بريء وده باين من تصرفاته يعني، وبسرعه بتروح ترمي نفسها عليه، وفعلا اول ما بيشوفها بيقفل الثقب الاسود تاني لكن بيفقد الوعي. بعدها بشويه بيصحى والاوضاع بتهدى ما بينهم وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. بيحكي لهم ميراكو انه كان بيجمع اجزاء جوهره عشان عاوز يقتل شيطان معين، والشيطان ده اسمه ناراكو وهو اللي سبب له اللعنه في ايده ودي اسمها نفق الرياح. الشيطان ده ظهر من 50 سنه وبيقدر ياكل البشر والوحوش وبيتحول لاي شكل هو عاوزه، ومفيش غير اجداده بس اللي كانوا بيقتلوه. لكن في اخر معركه ظهر على هيئه بنت وقدر يتغلب على جده ورمى اللعنه دي عليهم وعلى ابنائه وعلى احفاده كمان، وكل ناس ليه هيورث واحد منهم اللعنه دي. وكل سنه وكل ما بيستخدم الثقب بيتوسع لحد ما يلتهم صاحبه جواه ويموت، وهو بقى عاوز يقتل ناراكو عشان يتخلص من اللعنه دي. وبيقول لهم ان اكيد ناراكو بيدور على الجوهره دي هو كمان عشان عاوز يزيد بيها قوته، وانا سمعت من اجدادي ان كانت في راهبه قويه جدا وهو اللي قتلها من 50 سنه وده عشان ياخد الجوهره المقدسه منها. الكلام رشق في قلب انيوشا. اول ما بيسمع انيوشا الكلام ده بيقول يبقى هو كده اخد شكلي وهاجم على كيكيو وخلانا احنا الاثنين نكره بعض ونقتل بعض وهو ياخد الجوهره لنفسه، اللي وقع بينا كده هو ناراكو. انيوشا متعصب جامد بسبب ناراكو ده، لكن كاجومي بتهديه وبتقول له ما تقلقش احنا كده كده هنقابله وهنقتله. بعدها بيقرروا انهم يمشوا، ولكن وهم ماشيين في الطريق بيلاقوا جثث كتيره مرميه على الارض وفي ريحه حبر في المكان، لكن بيقول ميراكو لانيوشا ان هو هيسيبهم ويمشي عشان عاوز يدور على باقي الجوهره. وهم ماشيين كده بيقابل انيوشا واحد كده ماسك لفيفه رسم في ايده بيحاول يساله على حاجه، لكن الراجل ده بيتخض وبيفتح اللفيفه بتاعته وفجاه بيظهر وحش منها وبيهاجم على انيوشا، لكن انيوشا بيتفادى ضربته وبيهاجم عليه وبيقسمه نصين. وفي نفس اللحظه كان الراجل ده خد القارب بتاعه وجري من المكان، وبيطلع ان الراجل ده هو اللي قتل الناس اللي كانت جثثهم مرميه على الارض، وكمان بيقول ان مفيش حاجه هتقف في طريقه طالما معاه كتاب الشياطين ده. وفي اثناء ده ميراكو هو كمان راح لقلعه عشان يمارس وظيفته ككاهن يعني وياخد فلوس منهم وينام هناك، لكن الحراس ما بيرضوش يدخلوه، وفجاه وهو ماشي بيظهر لهم شياطين من فوق السحاب وبتهاجم على الحراس
بتقتله. بيسمع ميراكو صوت واحدة بتصرخ وبيروح بسرعة داخل القلعة، وفعلا بيلاقي الشياطين جاية تهاجم عليها، لكن وفجأة بيتحول لحبر وبيطير عبر السماء، وبيروح عند الشخص ده وبيدخل اللفيفة بتاعته من تاني. بعدها بنشوف حراس القلعة وهم بيستضيفوا ميراكو عندهم كعرجون شكر على حمايته للأميرة، ولكن وهو قاعد بيسمع صوت انيوشا وكاجومي وهم كمان جم على القلعة دي، بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيعرفوا ميراكو انهم شافوا شخص راسم وحش في لفيفة، والوحش ده فجأة خرج من اللفيفة دي وهاجم عليهم، لكن في نفس اللحظة كان خدام الملك بيتنصتوا عليهم وبيعرفوا ان الرسام ده هو السبب في كل حاجة، وبيقرروا في الليل انهم هيهاجموا على ميراكو وياخدوها منه. وبيجي الليل وبيهاجموا على ميراكو، لكن بيقدر يتغلب عليهم كلهم، وكمان بيعرف ان الوزير اخذ الجنود وراح عند الرسام ده عشان يقتله وياخد الكتاب اللي معاه، لكن ميراكو بياخد عجل كاجومي وبيجري عليهم، وكمان انيوشا والباقيين بيجروا يمت هناك هم كمان. وبنشوف الوزير ده بيؤمر الجنود انهم يهجموا على بيت الرسام، لكن الرسام ده ما بيكونش سهل وبيرسم شياطين كتير وبيخرجهم عليهم وبيقتلوا عدد كبير جدا منهم. وفي نفس الوقت كان وصل ميراكو والباقيين هناك، وبيفتح ميراكو نفق الرياح من ايده وبياخد اكبر عدد منهم جوه ايده، لكن ايده بتوجعه وبيضطر يغطيها تاني بالسبحه اللي معاه، لكن بيعمل الرسام ده وحش كبير جدا وبيركبه عشان يمشي من هناك، لكن بيلحقه انيوشا وبيقدر يكسر له علبه الحبر بتاعته وبتختفي كل الوحوش بعدها. وبنعرف ان الحبر ده كان فيه جزء من الجوهره وهو اللي اداه لعمل ده كله، لكن الراجل ده بيقف تاني وبيجرح نفسه وبينادي على الحبر انه يمتص دمه، لكن الحبر امتص دمه كله وقتله كمان، وفي الاخر خدوا الجوهره ومشوا من هناك. في نفس الوقت ده كان سيشامارو بيدور على دراع جديده بدل اللي قطعها له انيوشا ده، ولكن مفيش دراع بتقدر تستحمل قوته وبتتدمر على طول، لحد ما فجاه بيظهر لهم شخص من العدم وبيعرض عليه انه يديله دراع بشريه، لكن سيشامارو بيقول له ان مفيش حاجه نافعه معاه، لكن بيعرفوا الشخص ده ان الدراع اللي معاه فيها اجزاء الجوهره المقدسه ودي هتتحمل قوتك ومش هتتدمر نهائي، لكن في المقابل ان يقتل انيوشا. بيوافق سيشامارو على طول، وكمان بيديله الشخص ده كره كده وشكلها فيها حاجه قويه جدا. بيساله سيشامارو انت مين بالظبط؟ بيعرفه ان اسمه ميراكو. بعدها بنشوف ميراكو ضحك على راجل كبير في السن وعرفه انه كاهن وفي وحوش جنبيه وهو لازم يقعد معاه هنا الليله دي عشان يحموه، وبيدخلوا كلهم ياكلوا عند الراجل كمان، لكن وفجاه بيلاقوا وحش ضخم جدا جاي لهم ومعاه سيشامارو، وبدون اي كلمه بيلاقي سيشامارو بيهاجم عليهم بتكنيت السم بتاعته. الواد ده من شد قوته حفر الارض، بيقول له ازيك يا نيوش عامل ايه مع السيف بتاعي؟ بيقول له بتاعك منين؟ انت نسيت اخر مره ولا ايه؟ بيقول له لا بس المره دي انا جاي ومش هرجع غير بيه. بيهاجم سيشامارو عليه بالصوت بتاعه وبيقدر يوقع منه سيفتي سايجه. وبنشوف كاجومي وميراكو راحوا استخبوا على جنب كده وشايفين هم كمان كل حاجه، وهنا كانت المفاجاه. بيمسك سيشامارو بسيفتي سايجا قدامهم كلهم وبسرعه جامده منه بيهاجم على انيوشا، لكن بيقدر يتفاداها والحمد لله. بيقول له سيشامارو انا سمعت انك معرفتش تستخدم سيف ابونا صح، لكن انا هوريك دلوقتي ايه هي قوه سايجا الحقيقيه. بيخلي الوحش اللي معاه ده ينادي على الوحوش كلهم، وفعلا بيلاقي عدد رهيب جدا من الوحوش ظهرت فجاه في السماء، وفجاه من ضربه واحده من سيفتي سايجا نهت عليهم جميعا. قال له هي دي القوه الحقيقيه لسيفتي سايجا، نص هاجين زيك مش هيعرف يخرج قوته الكامله. بيهاجم الوحش ده عليهم، لكن بيدخل ميراكو وبيفعل عليه نفق الرياح، وبيلاقي سيشامارو نفسه بينسحب جواه، لكن بيفتكر كلام ناراكو لما اداله خليه النحل السامه دي وقال له استخدمها وقت ما الشخص ده يفتح نفق الرياح. بيستخدمها وبيخرج منها حشرات كتيره وبيخش جوه نفق الرياح بتاع ميراكو، وفجاه ميراكو بيحس ان ايده فيها حاجه وبيقفل النفق الرياح بسرعه، لكن ميراكو بيشوف ايده وبيلاقي ان ايده اتسممت. الوحوش دي بيتاثر على نفق الرياح بتاع ميراكو وكده مش يقدر يستخدمها مره تانية. بيهاجم انيوشا على سيشامارو لكن بدون اي فايده معاه، الواد ده جامد واخد قوه اجمد منه، عمال يهاجم على انيوشا المره ورا الثانيه وكل ضربه ليه بتولع الدنيا. بيهاجم على انيوشا تاني، لكن المره دي انيوشا بيستخدم غمد السيف وبيصد ضربته، لكن بيوقعه منه. وبيجي يهاجم عليه مره تانية بيلاقي السهم اتضرب في السيف وابطل قوته. ده نفس اللي عملته توكيو مع انيوشا لما ابطل قوه سايجا بالسهم بتاعها. بيحاول سيشامارو انه يهاجم على كاجومي، لكن بيجري انيوشا عليه وبيحمي كاجومي منه. بيقول لها انيوشا انها حاولش تتدخل هنا عشان سيشامارو ما بيهزرش، يعني ممكن يقتلك على طول. وفي يمه تانية ميراكو ماسك جاكن وبيساله انتوا جبتوا الحشرات دي منين؟ بيعرفوا انهم اخذوها من شخص اسمه ناراكو. بيساله هو فين مكانه؟ بيقول له ما اعرفش، فبيكسر له وشه وبعدها بينام عشان السم عمال ينتشر في جسمه. وفي اليمه التانية سيشامارو نزل جلد في نيوشا وعمال يكسر فيه، ولكن وفجاه بتهاجم كاجوم على سيشامارو بالسهم بتاعها، لكن بيمسكه بايديه وبيدوبه زي الميه وبيهاجم هو عليها بسيفتي سايجا، لكن بيلحقها نيوشا وبيصد ضربته هو بظهره. هو ناقص ضرب تاني يا بنت انتي، لكن الحمد لله بتفقد الوعي وبتريحنا منها. بيجي سيشامارو يضربها تاني، لكن المره دي انيوشا بيجري عليه وبيمسك ايده وبيحاول يخلع ايده من مكانها، لكن بيلاقي اللي راشق ايده في نص جسم انيوشا، لكن بيقاوم انيوشا وبيحاول انه يقدر يخلع ايده وفعلا بيقدر
يقدر يخلعها، لكن بيكون تعبان جامد من الاصابه اللي في جسمه دي. وفجاه بنشوف انيوشا بدا يتحول لشكل كلب كده وبدا يفقد الوعي. بيقولس شومارو انه لو هاجمت دلوقتي اكيد هو هيضربني بسرعه جامده، فبيضطر ينسحب وخلاص طالما ان كده مفيش حل تاني، وبيصنع غبار تحت رجليه وبيطير بيه. وهو ماشي بيلاقي ان الحشرات دي بتطير وراه، فبيخلع الدراع اللي في ايديه وبيرميها للحشرات دي، والحشرات طبعا بتاخد جزء الجوهره وبتروح اتجاه ناراكو. لكن سيشامارو بيروح وراه هو كمان، وبيلاقي ان الوحوش دي بتدي الجوهره دي لناراكو. بيجي سيشامارو بسرعه من وراه وبيحاول يقتله، لكن وفجاه بيلاقي ناراكو اختفى من مكانه، وبيقول انه هيكلمه وقت ما يجهز حيله جديده عشان يقتل بها انيوشا. وفي اليمه الثانيه بنشوف انيوشا والباقيين بينتقلوا كلهم لبيت الذئب ده. بعدها بنشوف انيوشا وهو خايف جدا على كاجومي، وبياخد كاجومي عند البير وبياخد منها الجوهره المقدسه وبيودعها وبيرميها جواه عشان تمشي من العالم ده وما تجيش تاني. وبتظهر كاجومي اخيرا في العالم بتاعها، لكن بتتفاجئ دلوقتي انها دلوقتي مش هتعرف تروح لعالم انيوشا مره تانيه، وده عشان انيوشا اخد منها الجوهره المقدسه. وفي نفس الوقت بيقرر انيوشا ان لازم يكتشف مين هو ناراكو ده وليه اتخذ شكله وهجم على كيكيو، وهل كان في علاقه بينهم ولا لا. اسرار كتيره تخفيها الايام، ولكن سوف تكتشف عاجلا ام اجلا. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك عشان ده بيساعد كتير في انتشار الفيديو، وما تنساش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me.